الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكرام. اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في سعينا صغيره وكبيره. اللهم ارزقنا علما نافعا يزدنا قربا منك وحصولا على بركاتك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة. إن شاء الله نستفيد من 4 آيات من سورة آل عمران عليه السلام. نبدأ بآية 29، يقول الله: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. الآية الثانية: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. الآية التي تليها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. ونختم: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا مسألة المصير برزت كما يجب أن تكون، فلا لوم إلا على من لم يحسن الاختيار. وضوح الآيات الكريمة لا جدال. قل، يعني تبليغ، أنت يا رسول الله عليك الصلاة والسلام، عليك التبليغ، وما على رسول ولا ما على رسول إلا البلاغ. قل إن تخفوا ما في صدوركم يا عباد، يا جن، أو يا كهف، بنتو عملية الأقنعة والتورية. قل إن تخفوا ما في صدوركم، لذا تحبوا وقعكم الداخلي والظهر منه لا يتطرق اليه فكر اي مفكر، هو مع الله لا خفاء، وفيما بينكم جميعا في عالم الدنيا في الحقيقه ظاهر ان هناك خفاء، لكن في الحقيقه انتم ذاتكم تعلمون ان ليس لا خفاء، لذلك تخفون. لكن هي عمليه مستحيله عموما، لأن العروض ذات علم الفراسة وعلم النفس وكذا الكلام يبين أن الإنسان في العراء مظلوم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا، يعني كنت صريحا أو مخفيا شيئا ما، ولا تتربصوا الدوائر بجماعة ما ولا حاجة، أراه هذا كله سيئا عند الله، لكن انظر ماذا سيترتب على ما اخفيته. يترتب عليه عادة بلاء، خسران مبين وندم غير. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله. اذا المسألة هي حقيقة اللي مش يخشى الله، لا يخشى سوى الله. اذا لماذا الاخفاء ولماذا الابدال؟ لماذا؟ أخوكم طبيعي، المستخشى هو الله الوحيد اللي يعلم السرائر، هو الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الله. والذي سيسأل هو الله، والذي هو له إرادة مثلى والإرادة الكاملة هو الله، والذي له الحكم العادل هو الله، والذي يقدر على أن يغفر لك ذنوبك هو الله، والذي يقدر أن يضاعف لك الأجر مقابل فعل حسن هو الله. إذا عليك
بالعلاقة بالله واترك التقليد إلا في الأمور لازمتك. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. أو يميز الإسلامية وروح الرؤية. علم الله لا شك فيه، علم الله مطلق، علم الله يأخذ كل الأصعدة، يأخذ كل المسافات، كل الأبعاد. علم الله لا يغيب في أي شيء، أي أمر، أمر روحي ولا أمر فكري ولا أمر عاطفي ولا أمر علائق. العاجل كلهم بلا في وسط علم الله يعلم السر وخفى. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات. أريد انتقل من أحوال الإنسان إلى أحوال ما هو مسخر الإنسان ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. من يسر ربك؟ من يسر مصنعنا؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض. تتحايلوا على الله ولا تخادعونه أبدا. هل تقبلوا الخروج من عالم خلقه لكم وسخره لكم؟ لا. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه الحقيقة اللي فقدت ما هو. يسألني يفهم روحه. ما تورطش نفسي. لا التمثيل والكذب ولف ودوران. قل إن تخفوا ما في صدوركم يسيء في كرامتكم. أغلبكم قاعد يعيش في الدنيا وإن أذلك كل ثانية أو جزء من ثانية وإن أذل آلاف المرات لا يمكن إلى هذا الإله. لماذا؟ لماذا؟ كان ربي قال ولقد كرمنا بني آدم. أعطيني شنو اللي يشغلكم يا ناس؟ تزوركم الدنيا فهي ثانية، تزوركم الجبال وهذا يوم القلب إلى العدم. يجبكم ماذا؟ يا الإنسان لا يشغله في الحقيقة إلا الله. ما دمناش بس والله له قيمة. الحقيقة بس والله هو عدم أو يشبه العدم وسينقلب إلى عدم. لماذا تنشكل به؟ لماذا كذلك تبدا تلم في الحرام وانت ناسي انك ستلام عند الله وقد لا يقبل لك اذن ابدا؟ قل مشي. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. تقول تكفى. لا يمكن لك ان تتحدث. ولماذا تتحدث؟ ومن أنت؟ وبالتحدي ماذا ستجد؟ أنت ما دام تتحدى الله فأنت قبيح وأنت لا عقل لك ولا حرمة لك ولا أمن لك ولا فرح لك ولا نجاح لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. أريد من الواضح جمعت كل ما هو متصل بعلم السماوات والمتصل بعلم الأرض. شوف الأرض كلها علم التاريخ وطبقاتها وأجواءها وبحارها وسكن البحار والأدغال وغيره كلهم علم عند الله. والعلم هو عند الله مش الآخرة فقط، الساعة فقط. كل ما هو مخلوق لابد أن يكون معلوم عند الله. قل إن تخفوا ليروا المشيئة فإن في الأرض إن هو الذكر للعالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. علم ومشيئة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. المشيئة تسحبها قدرة على اتمام تلك المشيئة. يوم تجد أو الله يفصل الآن وتجد كل نفس ما عملت من خير معظم
طبعا معنى وشوف شوف العدل الالهي وموش يجوز يتكلم مع الستات يتكلم مع الستات انا تعرض عليك تعرض اللي عبد الله ليس يحبك يعد ولا رحمة الله بك كذلك لا حدود لها ورحمة وسعت كل شيء يوم تجد كل نفس عبارة كل نفس من نفسنا حتى النبي عليه السلام حتى نبينا عليه الصلاة والسلام كلهم سيجدون ما قدم ونعم ما قدم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ما مش عملت ما يبقى الفعل النية القول الإظهار الإبطال كلهم ستجد كلهم سيوجدون أمامك خيرا أم شرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ولهم ما يقصد ربي أن الخير لا حدود له لماذا لا نتباهى بالبحث عن الخير وإيجاده لماذا نتسابق في أحداث الخير لماذا أغلب الأحيان الإنسان مجهول بالشر ولماذا يريد الشر لنفسه هذا سؤال لماذا لولا الشيطان الذي بداخلك الذي كما أعطاك الشوى على البصر وسمعك وفؤادك لا كنت تبحث عن الشر كنت من الناس الذين ينؤون بأنفسهم ينؤون بأنفسهم عن كل فكر الشر لا من جعل الشر من قبلة لهم احنا لسنا من أهل الشر هل حتى في أيام الحرب لسنا في أشعر الحرب هي تظهر علينا فلابد أن نكون من أصحاب الدفاع الشرعي درجة الدفاع ليس بشر الحرب المفروضة لابد أن نخوض قلنا كذلك الخوض كم مرة أقصد الغرب هنا عبر التاريخ متى انتصرتم علينا أبدا أعلى قتلنا في الجنة وقتلكم أعلى نبتح من الله إحدى الاثنين إما شهادة أو نصر ولهذا إحنا لا صلة لنا بالشر ولا صلة لنا بالهزيمة ولا صلة لنا بعبادة الدنيا من دون الله لا صلة لنا بالشر أعلى أهل الخير أحب من أحب كره من كره يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر لا يغمتك الحق كل ما صدت بوجه الله فهو خير وستجد حاضرا لكي تنتفع بما سيليه ولكي تفرح بما قدمت لنفسك ولكي تطمئن انك لا تناقش الانسان يوم تجد كل نفس ما عانيت من خير معها فهم ادبه ورحمته وحكمته ان في تلك الخير سبقت لم يذهب هباء منثورا بل هو اخذه الله ثم بارك فيه وزاده خيرا وزكاه ونماه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء كذلك من العدل له انت لا يمكن لك ان تكون صعب خيرك لابد ان يتبعك الحياة شيء من السوء نبال الله الاثم السوء الغضب بغير سبب السوء هو نسيان الحقوق حقوق ربك حقوق الانسان ومعموله من شؤون ولا يحدث ازاء هذين الامرين الخير المحضر والسوء كذلك تود لو ان بينه وبينه ابدا بعيدا يعني شنو يكتب النفس في هذا الموقف هو ان تكون بعيدا كل البعد عن السوء ولكن الحياه الأمر أنت كنت مختارا له الأمر السوء وكنت أنت المحرض عليه كلمة حق فلا شيء بعد اسم الله قتل ومن وعدوان
فإن هذا للسوء أنت مش كنت بعتوك أوان أن يكون بينك وبين السوء أمد البعيد ولا يمشيش الزمان الزمان يعطاه الرائف فلابد أن كل علاقة زمنية بأشياء كائنة لابد أن يحضر أثناء العرض عرض الخير مكرم وعرض لكن أنت تتمنى أن لا تكون لك صلة بما فرط منك حتى وقعت في السوء هذا نوع من العبث نسأل الله أن نكون بعيدين عنك أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه شو من ربي قد يعلم لكن أنت ستؤول أمورك إلى عرض الخير أمامك أن قدمت وحلول بجانب الشر الذي اقتربته هذا قلت حذرك ربما بعد العرض الإلهي ربما حكم إلهي أما عفو إلهي ولكن ربما من يلاقي هناك احنا صحف خيرية وشرية من تقلت مواسم الخير من النازين ومن الخالدين في جنات النعيم والعكس فهذا لأن بئس المصير وهم باستخدامهم بوجود الله بأوامر الله وبأوامره لابد أن يدفع الثمن وما ربك بظلام للعبيد لما تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء يود تود لو أن بينه وبين الله أمد بعينها المعطية ناس يكونوا بعيدين عنها مش لازم توصل مش تود أن بينك وبين الشر الذي اخترقته أمد بعض لا عليك ابعد لا تورط نفسك وإذا مروا بالله مروا كرام وإذا خطأهم الجاهلين قالوا سلام سلام عليكم يا مرتب الجاهلين أو لا يجب تخفيف تعمل عملية وقائية لكي لا تقع في الشر وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف رحيم شوف شوف الآية كيف تحمل توازن ويحذركم الله نفسه لأن الشر لم يغيب محضر كما الخلق إذن يحذركم الله نفسه لأنه عادل وأنه مستول وأنه شديد العقاب ولا تخفى خافية أحصاه الله ونسوه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد كان داعي إلى الأمل في الله ولا يصبر إلا القوم الكافرون رؤوف الرأف اللين الرحمة الرقة التسامح النسيج الشر لكي لا يكون نافل بين عينيك في وعيك الداخلي ونختم لا نأتي إلى الآية الثالثة من الأربعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله شكون هما اليوم اللي اتفق الرسول عليه الصلاه والسلام الناس اللي يقضوا على الهويه ويقضوا على هواهم زاد كذلك هل من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام اما لم يحكم دماء النبي عليه الصلاه والسلام بكل مناسبه خاصه بفتح مكه ما قالهمش كلاب قريش اذهبوا فانتم الطلقاء أين اتباعكم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو نبي المرحمة ونبي الملعمة والآخرين جبناء الخونة اليوم في يد السياح وغيرها وينكم أنتم زادة؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام خائنا؟ هل كان عينا على أمته؟ هل كان منا يسعى لخير أعداء الله؟ أنتم الآن منا طابور خامس ستنقلب عليكم الأمور وسينكشف أمركم وستعرضون على عدالة ربانية في الدنيا والآخرة قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله
اتباعك للنبي عليه الصلاه والسلام يحصل له حب الله. وماش عاقل من قبل يكون حبيب الله. ما تعرفش حاجه تسيبها. هذا الحب بتاع الشعراء وحب بتاع العاهرات والحمام كل ليس بحب. بل هو عدوان على الحب. بل هو كذب على الحب. ولا يبقون شيئا من الحب. ولا يطمئن الى كلامهم. ولا الى تغنمهم. لا نطمئن لانهم عدوان على الحب. الحب الحب هو جنس. والحب هو اختلال. والحب هو تمتع وذوق. لا. لا على الله الذواقين والذواقات. هؤلاء هم الملعونون في الدنيا والاخره ان لم يتوبوا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم فيه زياده كيف رب يمن علينا بدون حساب. يعني يصبح حبي خبر ما تنسي توصل تحب ربي الا ما تكون هو حبك. هذا شيء ضروري. والله كيف لا يحب خلقه؟ لكن خلق هم الذين لا يحسنون السلوك الا الله. هم يتزعمون الكذب على الله. وهم يطلعون الى الجريمه باسم الله. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحب الا الصالحين. ولا يحب الا الصادقين. ولا يحب الا الفاعلين في سبيل الله. يعني حين تغفر تغفر حبا في الله. واحد واصفح وقل سلام وقول للناس حسنى وقل لعبادي يقول للناس من الحسنى ولينا الكلام وقول من لطيف نعم معاملتك مع الناس قول جانبك هكذا لطيف وجانبك منفر عدواني. لا يا سيدي العدوانية لا تكون في حياتنا إلا نزرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما سلوككم يحب ربي يحب ربي. وخاصة الناس اللي يدعون الصوفية ليس لنا صوفية نحن في الإسلام. الإسلام هو إسلام قائم على التوحيد قائم على حب الله وطاعته. والحذر من غضبي كما قال صوفية صوفية وانت تريد ان تعلم سر الاسم الاعظم لكي تولي مسيطرة على الكون. لسنا لنا هم من هذا القبيل. نحن لا نريد فساد في الارض ولا نريد ان نسعى فيها بسلطان. لا لا تهمنا السلطة. انا يهمنا موقعنا من حب الله. بلا نصيبنا في عطاءات الله. هذا الذي يهمنا كمسلمين حقيقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تكون منا ماهوش مورط بالذنوب. وضم الكنيسة أغلبها في النتائج الشيطانية. قول الله باش يغفر ذنوب خلقه مرة بعملية إجرامية هو أن سلط العذاب على سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى لم يصلب ولم يقتل ولم يعذب. بل الذي وقع في هذا حسب شهود عيان هو الكلب الخائن يهودا الذي غدر به. هذا وقع. لك أن تقول الكنيسة أن الله لكي يغفر ذنوب العباد التجأ إلى إجرام في حق نبينا عيسى عليه السلام المرفوع عنده إلى حين. هذا لا يقبل عقله ولا أدبه. أنت حدك اللي هنقول تنبه في كل مكان وفي كل زمان تنبه سيدنا عيسى عليه السلام هو الله ولا ابن الله ولا يمكن التواصل مع الله إلا أن نتواصل مع سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى محبوب. سيدنا عيسى له قدره عندنا لكن ليس كرب وليس كابن رب بل كنبي كريم. حملت به البتول عليه السلام وتربى بين احضانها وروح الله لم تغفل عن رعايته ابدا.
هذه علاقتنا بالحب لله وبرأينا في الله، لا نسيء رأينا بالله. ثم علاقتنا بذنوبنا تبقى علاقة مع الله لكي تمحى أثقال الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كم ترددت هذه الكلمات، هذا الثنائي غفور رحيم. ونختم هو الرسالة إن فقهتم فخذوها بالكلمة. قل أطيعوا الله والرسول، أين أنتم يا من تبعون الإسلام؟ ألا تعطوا الله في كل أمركم به؟ وهل انتهيتم عند منهاكم عنه؟ وألسنتكم الرسول عليه الصلاة والسلام وهمية أم حقيقية؟ قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أو الهدي الكبير يلزمكم وإن بيت، فإن تولوا أو ربكم سبحانه وتعالى حل المشكل، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر. يعني أن أنت متولي لأمرك مع الله ومع الرسول عليه الصلاة والسلام، اعلم أنك كافر. ينعم الله بوجود الله، بعبودية الله، بحب الله، وأنما فما بقي لك إلا الضرب العلي في الدنيا، تكرمي نكسات وراء نكسات، ويأتي حفرة من حفر النار في المرحلة الثانية، وثم يختم لك بالحبيب في الله. نسأل الله السلامة والسلام على من اتبع الهدى.